السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب صف السابع، اليوم رح نبلش درس جديد اللي هو الفطريات. سابقا كانوا بيعتقدوا أنه أنا في عندي كائنات حية موجودة، كانت الإنسان، نبات، الحيوان. بعدين اكتشفوا في أنا عندي شيء اسمه فطريات، شعبة الفطريات، في عندنا شعبة البدائيات اللي هي شعبة الجراثيم. فأنا اليوم رح أحكي عن شيء اسمه شعبة الفطريات. بالنسبة للفطريات، أين توجد الفطريات؟ توجد الفطريات في كل مكان تقريبا، وتسبب أمراض وتفسد الأطعمة وتتلف المحاصيل، مثل عند الفطر عفن الخبز الأسود. إذا في نحن عندنا خبز ضل يومين ثلاثة من دون براد، فشو بلاحظ؟ الخبز رح تتغير عندنا رائحته، رح يتشكل عليه بقع خضراء، بعدين كمان أيضا ممكن يتشكل بقع سوداء. هاي البقع عبارة عن إيشو؟ عبارة عن فطر اسمه فطر عفن الخبز الأسود. ممكن أن هاي البقع أيضا تشوفها على الخضروات، ممكن مثلا البندورة على الخيار، أو ممكن الفواكه على البرتقال على الليمون. إذا طولت عنا فترة فرح يجي الفطري، رح تجي الفطريات وتتطفل على هالأطعمة هاي وتتغذى عليها. هلأ رح شوف أنا الفطريات، رح أحكي عن خصائص الفطريات. بالنسبة لخصائص الفطريات، أول صفة كلها حقيقية النواة، يعني بتحتوي على نواة، على نواة محيط فيها غشاء نووي. اثنين، تخلو من اليخضور ولا تقوم بالتركيب الضوئي، ما في عندها صانعات خضراء. حتى إذا أنا لون الفطر المتطفل على الخبز لونه أخضر، مو ضروري يقوم بعملية التركيب الضوئي، مو كل شيء لونه أخضر بيقوم بعملية التركيب الضوئي. إذا الفطريات لا تمتلك صانعات خضراء، وبالتالي لا تستطيع صنع غذاء بنفسها. لو بتستطيع صنع غذاء بنفسها ما بتتطفل عندي، أو ما بتتطفل كانت عندنا على الطعام وبتتغذى عليه. ثلاثة، لا تستطيع الفطريات ابتلاع الطعام، ولذلك انتبهوا على طريقة الغذاء شلون بدها تكون، بدها تصير عندها. رح ترسل عندها منصات داخل المواد الغذائية وبتفرز عليها عصارات هاضمة، وبالتالي بيتم تحويل المواد المعقدة إلى مواد بسيطة، وبتتم عندها عملية الغذاء أو الهضم. إذا لا تستطيع الفطريات ابتلاع الطعام، ولذلك تمتص الفطريات المواد الغذائية من البيئة، وذلك بإفراز عصارات هاضمة خارج خلاياها، فتتحول المواد العضوية إلى مواد بسيطة. يعني هي إذا كانت عندها موجودة على الخبز، رح ترسل منصات تتثبت على الخبز، وبعدين رح ترسل عصارات هاضمة، تفرز عصارات هاضمة، رح تتحول عند المواد الغذائية المعقدة في الخبز إلى مواد بسيطة، فيسهل امتصاصها عند الفطريات. الفطر اللي بيطفل عندي على الخبز أو موجود على الخبز هو فطر عفن الخبز الأسود. أربعة، تتغذى معظم الفطريات على الكائنات الميتة أو مواد عضوية أخرى غير حية. أنا إذا عندي كائن ميت كمان تتطفل عليه كائنات حية ميتة، حيوانية أو نباتية، رح تتطفل عليها الفطريات، سواء كان أنا عندي أوراق نباتات أو أي كائن حي يكون ميت رح تتطفل عليه الفطريات. بعض الفطريات كفطر الخميرة يوجد كخلايا وحيدة، ممكن أنا الفطريات تكون وحيدة الخلايا مثل فطر الخميرة، وتتكون أجسام الفطريات عديدة الخلايا، أو ممكن أنا عندي أيضا فطريات عديدة الخلايا. من أشو تتكون أجسامها؟ من تفرعات تشبه الخيوط وتسمى خيوط فطرية. مثال على هالشيء هذا، أنا عندي فطر عيش الغراب، فطر عيش الغراب، انتبهوا على شكله، شكله مثل المظلة تقريبا، بيتكون من القبعة اللي نفسها هي القلنسوة، وفي عندي أيضا الصفائح، هاي الصفائح الشعاعية بتكون من الوجه السفلي أو الأسفل، عندنا القدم، وأيضا الخيوط الفطرية، وفي عندي خيوط فطرية تحت أرضية، هاي بتكون عندي تحت التربة. إذا شكله مثل ما أنا شايفين أشبه بالمظلة. تساعد عنا الخيوط الفطرية، شوفوا هاي الخيوط الفطرية، في عندي فوق أرضية وفي تحت أرضية. ما هي أهمية الخيوط الفطرية؟ تساعد الخيوط الفطرية في الحصول على المواد المغذية، وتستطيع أن تنمو بسرعة إذا تحصل من خلالها على المواد الغذائية، وتنمو بسرعة لتصل إلى المكان الذي يوجد فيه الطعام لتمتصه مباشرة. هي بتحسن ترسل هالمنصات أو الخيوط الفطرية داخل المواد الغذائية لحتى تتم عندها عملية التغذية. بالنسبة هلا لعملية التكاثر عند الفطريات، في عندنا نوعين أنا من التكاثر عند الفطريات، التكاثر الجنسي، ويوجد أيضا التكاثر اللاجنسي. بالنسبة للتكاثر الجنسي، يتم عن طريق إنتاج أبواغ، عن طريق إنتاج الأبواغ. ما هي الأبواغ؟ عبارة عن بقع كروية بتكون عندي، أو كرات صغيرة داكنة اللون بيكون لونها أسود. مين هون أنا عندي الفطر عيش الغراب؟ وين بدها تنتج؟ بتتم إنتاجها هون موجودة عند منطقة الصفائح أو في القبعة، أو بنسميها هذا الجسم السمري، الجسم السمري، هون بتتم إنتاج الأبواب.
تكون صفات الأبواق بتكون عندنا خفيفة الوزن محاطة بغلاف واقي، وتنتقل الأبواق بسهولة بالهواء. بما أنها هي خفيفة الوزن فرح تنتقل عندنا عن طريق الهواء، وتنتج الفطريات الأبواق في تراكيب تسمى الأجسام السمرية. هذا عندنا الجسم السمري اللي بيتم من خلاله إنتاج الأبواق. أما بالنسبة لعملية التكاثر اللاجنسي، تتكاثر الفطريات لاجنسيا عندما تكون رطوبة مناسبة وغذاء. شوف هي طريقة التكاثر ايمت في الشتاء، في فصل الشتاء، حيث بتكون عندي أنا الرطوبة مناسبة والغذاء متوفر. رح أخذ مثال عن التكاثر اللاجنسي. عندي فطر الخميرة يتكاثر لاجنسيا بالتبرعم. شوفوا هذا فطر الخميرة اللي لونه أحمر، تتشكل عندي براعم صغيرة، نتوءات. أشو البرعم؟ نتوء صغير. إيه راح تتشكل عندنا نتوءات صغيرة، إما أن تبقى متصلة بالفطر الأم ما هيك الفطر الأصلي، أو تنفصل عنه وتعطي أيضا فطريات جديدة. إذا هاي عبارة عن طريقة تكاثر لاجنسي عند الفطريات، وهي طريقة التبرعم. فالشكل هذا يكون انتهى درسنا لليوم.